هاي 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 الاعتداءات وزارة تأتمر بأمر وزيرها الذي يؤمن بولاية الفقيه وينتمي إلى ميليشيات تتقن لغة القتل والسرقة والاختطاف لتختطف مقاعد الدراسات العليا وتخصصها لغير مستحقيها ممن ترقنت قيودهم أو فشلوا دراسيا وبذرائع مختلفة، كأن يكونوا من أقرباء من تصفهم الحكومة شهداء أو ممن لديهم سجين سياسي أو من ضحايا ما يعرف بالإرهاب. وزارة التعليم الحالية شككت برصانة الجامعات الحكومية في البلاد عبر تصريحات وكيلها العلمي حيدر عبد الضهد في مؤتمر علمي قال فيه إن الوزارة تسعى لإطلاق برنامج دراسات عليا في الجامعات الأهلية بمستوى أرصن وأعلى من الجامعات الحكومية، ما أثار موجة غضب واسعة في الأوساط الأكاديمية العراقية. موجة سلطت الضوء على الكثير من الشبهات وعلامات السؤال حول استغلال التعليم لأغراض تجارية وتحويل الجامعات إلى دكاكين لبيع الشهادات وتضييق الفرص على المثابرين من طلبة الكليات الحكومية وحرمان البلد من جهودهم وكفاءاتهم وسط تحذيرات من الاستمرار في إبادة التعليم في العراق في ظل إطلاق العنان للقوات الحكومية بالتنكيل والاعتداء على الطلبة الجامعيين ممن يحاولون نيل حقوقهم سلميا. مهزلة أخرى تأتي ضمن الإنجازات الوهمية لحكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد الشياع السوداني، فبعد أن زعمت وزارة التعليم التي يرأسها وزير الميليشيات نعيم العبودي حصول العراق للمرة الأولى على المرتبة 37 عالميا، خرج الجمهور العراقي عبر منصات التواصل الاجتماعي لتعرية تلفيقات وزارة التعليم، حيث تبين أن المرتبة 37 عالميا هي لجامعة مولبورن في أستراليا، بينما حلت جامعة بغداد في تصنيف التايمز نفسه في التسلسل 1501. رصانة العراق العلمية تفقد بريقها الذي كانت تتميز به، وفشل واضح بإدارة ملف التعليم العالي في العراق، ومنجزات وهمية درج على ترويجها إعلاميا وزير الميليشيات الذي نال شهادته بالتزوير وفقا لأكاديميين.